بعد اول دقيقتين انا اليوم ده انا عندي مهرجان، انت عارف الموضوع ده، عندي اتنين من افلامي مترشحين في المهرجان ده، فانا اصدقائي مشاهدين في كل مكان شقلبان، ولقيت صاحبي صديقي مخرج الجميل الفنان مينا سليمان. اهلا بيك يا خال، دايما مشرفنا ومنورنا في كل الايفنتات. يعني انا متابعك بقالي نص ساعه وشايف ابداعات وحكايات واوبريتات ورقصات، ايه الحكايه بالظبط بتعمل ايه النهارده هنا؟ انا ما بعملش حاجه. كل ده وما بتعملش حاجه؟ انا جاي معدي لقيت حد زقني. يعني طبعا مسرحيه شقلبان اخراج مدحت، دكتور مدحت انيس والاستاذه اولجا كامل، هم اللي قايمين بكل الكتابة والإخراج والدنيا كلها، فكل الكريدتس ليهم. الناس دي بس عاملين مسرحية، المفروض ان هي، عشان ما احرقش بس الدنيا، المفروض ان هي بتحصل في سيرك، يعني من حتى من اسم شقلبان احنا بنفهم ان هو في سيرك. فكانوا اقترحوا ان هم يعملوا زي مقدمة للسيرك، فاحنا في مفاجآت هتيجي، ان عندنا ناس professionals بتوع فعلا السيرك اللي انتوا بتدفعوا لهم فلوس كتير جدا عشان تتفرجوا عليهم، جايين لغايه عندنا في بدايه مسرحيه شقلبان. فكان ده دوري ان انا اعمل كونتاكت ما بين فريق العمل اللي هنا وما بين الناس اللي هم بيشتغلوا في السيرك. وبعدين اقترحوا ان هم يعملوا اغنيه كده في الاول بتتكلم عن السيرك والحياه والكلام اللي زي كده. فيعني كلمات كتبها طبعا الشاعر بتاعنا استاذ مدحت موريس، عمل أغنية جميلة جدا، أنا حتى بعتها لناس بتلحن في مصر، يعني أستاذ أحمد اللي لحن لنا الأغنية حبيبي وصديقي من خلال برنامج. أنا بحييك يا أحمد على الشغل الجميل اللي أنت عملته، أحمد عز الدين. فلما قال لي مين اللي كتب الكلام الحلو ده ومش عارف ايه، فقلت له لا ده شاعر عندنا اسمه مدحت موريس وكتب، فهو انبسط جدا، حط كل ابداعاته في الاغنيه، اغنيه جميله جدا بتتكلم عن ادوار كل واحد من المسرحيه، عشان ما احرقهاش برضو عشان مدحت واقف لي ورا الكاميرا وبيشوف انا بقول ايه، ف يعمل علينا سنسر. ايوه حقه يا عم، هو المخرج يعني. كل واحد ودوره في السيرك، احنا عاملينه في شكل اغنيه مدتها دقيقتين في الاول. فانا علاقتي بالمسرحيه دي هو الكوريوغرافي او الحركه او الميزانسين الحركه او البلوكينج بتاع الاغنيه. بعد اول دقيقتين انا اليوم ده انا عندي مهرجان، انت عارف الموضوع ده، عندي اتنين من افلامي مترشحين في المهرجان ده، فانا للاسف مش هبقى موجود في المسرحيه، فما كانش ينفع ان انا يعني اشترك في مسرحيه انا مش هحضرها. يعني الفيلمين هم ايه؟ كيز وتورت. ان شاء الله بالتوفيق. وعلى فكره انت اذا كنت بتتكلم على اول دقيقتين دول ممكن يكونوا الحكايه، وانا برجع تاني لفروزن. ايوه طبعا، امال ايه. لا بس يعني بصراحه انا مش عايز احط اسمي جنب الناس دول، لان الناس دول هم اللي عاملين الشغل من اول، يعني لما ابتدى الكنيسه توكل لهم فكره المسرحيه طبعا. وانا مش عايز اطول، بس يعني ده امتداد للمرحوم الفنان محسن كامل. يعني محسن كامل هو الأب الروحي للفريق ده، هو اللي أنشأ الفريق ده من سنين طويلة جدا، وهو لما سابنا وراح العالم التاني الناس دي فكرت، أو الكنيسة كمان فكرت، يا جماعة يعني علشان حتى الراجل في الجنة يعني يبتدي ان هو يبقى مبسوط بالشغل ده، فلو سمحتوا كملوا المشوار بتاعه. فما كانش ما لقوش اقدر من مدحت ومن اولجا ان هم يكملوا المشوار، فانا بتمنى لهم التوفيق بالنسبه للمسرحيه دي. وانا مبسوط ان انا يعني شاركت بدقيقتين من ساعتين في المسرحيه كلها. مينا سليمان دايما الرائع الجميل المتواضع اللي بيعمل تيم وورك، اللي بيعمل حاجات عظيمه جدا جدا، انا مبسوط بيك يا حبيبي. انا دايما مبسوط ان انا اشوفك يا خالد، يعني انت مشرفنا ومنورنا في كل مكان، في الجاليه وفي جوه الكنيسه بره الكنيسه، فانت متواجد بهوا تورونتو الجميل اللي احنا بنعتبره ده المنبر اللي بيوري شغلنا لكل الجاليه جوه كندا وخارج كندا كمان. هعيط وانا كمان قربت اعيط خلاص. اشكرك مينا سليمان، ودايما خليكم معانا، والاهم لازم تشوفوا شقلبان. مستنيينكم في شقلبان. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.